أنا أرجع؟ ابتعدنا كثيرا وأمامنا صحراء قاحلة. ما رأيك يا صديقي أن نتسابق في الفلا؟ ولكن الفلاة خطيرة وقد نضيع فيها. إن ذلك الجمل يعيش في الصحراء ومع ذلك لا يصيبه أذى، فهو يتحمل الظمأ مدة طويلة بسبب الماء الذي يختزنه. ليتنا نكون مثله، نختزن الماء ونتغذى على الأشواك في الصحراء، ما رأيك؟ هل لاحظت أن عنقه طويلة جدا؟ لو أن لنا سناما ونستطيع تحمل الظمأ. هيا بنا نعود إلى البيت حالا. لحظة، انتظرني. سأراك غدا صباحا. أين كنت يا بني؟ كنت وصديقي قرب الفلاة. حذار يا بني أن تذهب إلى الفلاة ثانية مع صديقك، فهي مليئة بالأخطار. ولكن الجمل يعيش فيها يا أمي. نحن الحمير لا نحتمل الظمأ في الفلاة مثل الجمال. إنها تستطيع تخزين الماء في أجسادها ولا تظمأ مثلنا. هل أستطيع أكل الشوك مثلها؟ الأشواك قد تضر بك، أما الجمل فقد زوده الله بقدرة على تحمل أكل الأشواك القاسية ويحولها إلى غذاء جيد. هذا لا يخيفني، أريد أن ألعب في الفلاة وأركض فيها مثل الجمال. حذار يا ولدي، فنحن لا نتحمل مثل الجمال. يبدو أننا لم نخلق إلا للخدمة. ما أجمل طلوع الفجر. سأسلك الطريق قبل أن يستيقظ أحد. إلى أين أنت ذاهب يا صديقي؟ إلى الفلاة، لأنني قررت أن أعيش فيها. لكنك لا تستطيع العيش في الفلاة بسبب الحرارة العالية. بل سأعتاد عليها. أرجو ألا يصاب بأذى لأنه لا يدرك خطورة ما يفعل. ما أجمل الفلاة، أخيرا سألعب فيها. سأركض هنا بكل حرية وطاقتي مثل ما يفعل الجمل. مرحبا يا أصدقاء. مرحبا بك أيتها الصديقة، ما الأمر؟ يبدو عليك القلق. فقدت ابني الصغير، هل رأيتموه اليوم؟ يمر بنا عادة في كل صباح، هل مر بنا في هذا اليوم؟ لا أبدا، لم أره هذا الصباح. وجدته؟ ذهبت إلى شاطئ البحيرة ولم أره. يبدو أن مكروها قد أصاب صغيري. لا تقلقا، سنخبر حيوانات الغابة للبحث عنه. لم تبقى
لي قدرة على المشي. ما هذا الحر؟ كأن الشمس تقترب من الأرض على غير العادة. مثلجات! مثلجات! الله اختفى القرد. مرحبا يا صديقي الحمار، تعال، هل تحب أن تلعب معي؟ أنا آسف يا صديقي الحمار، لن أخذك في رحلتي هذه. يبدو أن هذا هو السراب الذي سمعت عنه. ليتني عملت بنصيحة أمي. يا أيها الحمار الصغير، ما من أحد هنا. أين هو يا ترى؟ ما رأيك أن نذهب للبحث بالقرب من شجرة البلوط؟ خذوا قسطا من الراحة على أن نواصل البحث عنه، وسنجده بإذن الله. هل حاولت العثور علي؟ فأنا قلقة جدا. لقد جئت بأخبار عنه، إنه هناك في الفلاة وبحالة تعب شديد. هل أنت جاد؟ هيا دلني عليه. هيا اتبعيني. علينا أن نسرع، تماسكي. أما زالت المسافة بعيدة؟ لا أبدا. ها هو هناك، إنني أراه من هنا. بني يا نور عيني. هيا بنا نرجع قبل أن يحل الظلام. يا للعجب، كنا نبحث عن الحمار الصغير والآن فقدنا أمه. يجب أن نجدهما بأسرع وقت. هل سنمضي حياتنا بالبحث عنهما؟ التمساح وفرس النهر قرب الشاطئ، أما الغوريلا فعند الرابية. ها هما، إنهما آتيان. لقد ذهب القلق الآن. أبي. نصيحة الكبير تفيد يا غلام، من يسمع الكلام يظل في سلام. نصيحة الكبير.
سأستريح هنا. آسف يا جدي، لم أنتبه. ما الذي يجري؟ المعذرة، علي أن أهرب. ها؟ إياكم أن تأتوا إلى هنا ثانية، وإلا فسأضربكم بذيلي. من أنت أيضا؟ ألا تخجل من إزعاج الحيوانات الصغيرة أيها الثعبان؟ هذه هي تسليتنا. عليك أن تبحث لنفسك عن تسلية مفيدة. لو لم تكن مسنا لأخذت نصيبك مني. يا له من مشاغب. يا إلهي، لماذا يبكون؟ ما بكم يا أولاد؟ لماذا هذا البكاء؟ أينما ذهبنا يعترضنا ثعبان ويضربنا بذيله. هيا سنشكوه إلى سيد الغابة. لا شك أن سيد الغابة سيضع له حدا ويمنعه من إزعاجنا. إذن هيا بنا ولا تضيعوا الوقت بالبكاء. أين تذهبون؟ نحن ذاهبون إلى سيد الغابة لنشتكي الثعبان، إنه يزعجنا. وأنا مثلكم أيضا أعاني كثيرا إزعاجه المستمر لي. وكذلك أنا سأذهب معكم. وأنا إنه يزعجنا كثيرا. إذا تعالوا معنا جميعا إلى سيد الغابة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما هو سر اجتماعكم؟ جئنا لكي نشكو إليك تصرفات الثعبان. ماذا يفعل؟ يسيء إلينا ويؤذينا. لم نعد نشعر بالأمان هنا. هكذا إذن، هيا اذهبوا وأحضروا الثعبان إلي في الحال. أمرك يا سيد الغابة. هيا يا أصدقاء. لم أعثر عليه. إنه نائم هناك فوق غصن الشجرة. هيا ورائي. هناك، لنقترب منه خلسة ونلقي القبض عليه بهدوء. لا تصدروا صوتا كي لا يهرب. اتبعوني. دعوني. حسنا، فعلتم بإحضاره. سنحاكمه الآن. ها هو المشاغب يا سيدي. سمعت أنك تزعج حيوانات الغابة، هل هذا صحيح يا ثعبان؟ كنت أريد أن أمزح وأتسلى قليلا فقط. من قلة الأخلاق أن تتسلى بأذية الآخرين. والآن اقترحوا العقوبة التي ترونها مناسبة يا أصدقاء. نربطه بشجرة كي يصبح عبرة. بل نقوم بنفيه خارج الغابة كلها. نضربه ضربا مبرحا. أقترح أن نربط ذنبه فلا يستطيع أن يؤذي الآخرين. هذه أفضل عقوبة لك. لعله يكون درسا مفيدا لك. لا تزعج أحدا بعد اليوم. هذه عقوبة قاسية. إياك أن تكررها ثانية. حسنا يا سيد الغابة. Ha 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 ha
سوف أجعلكم تندمون. تبدو عقدة صعبة الحل، ولكن لماذا أحاول فكها وما زلت أستطيع أن أستعمل ذيلي سلاحا مؤلما؟ انتظروني فالويل لكم أيها الأرانب الجبناء، سأريكم. أدبناه، انتظرنا. هكذا إذا أنا قادم. ما رأيكم الآن؟ هل أعجبكم ذيلي أكثر وهو معقود؟ ما الذي جرى؟ ما الذي يبكيكم هكذا يا أبناء الصغار؟ هاجمنا الثعبان مرة ثانية قبل لحظات. يبدو أنه لم يتأدب. لعله من الأفضل أن نتدبر أمرنا بأنفسنا ونعاقبه. لدي فكرة سننفذها معا، اقتربوا مني. هل فهم كل منكم دوره؟ هيا إلى التنفيذ. ظهر أخيرا، علينا البدء بتطبيق الخطة. هل أصبحتم شجعانا إلى هذه الدرجة؟ أروني شجاعتكم عندما يصيبكم ذيل المعقود. استعدوا يا أصدقاء، ها هو يقترب وسيصبح ذيله تحت الصخرة تماما. أمركم غريب اليوم، لا أكاد أصدق عيني، لكني سأجعلكم تندمون وتبكون طول الليل وتقولون ليتنا لم نقترب من الثعبان ذي الذيل المعقود. هيا. ها قد لقيت عقابك أخيرا أيها الثعبان المؤذي لجيرانك. لا تتركوني وحيدا هنا، تعالوا. من لا يحترم الآخرين لا يحترم. تعرف أن من الرائع أن نكون نسورا؟ نعم، والشيء الأروع أيضا أننا نعلو فوق الحيوانات الأخرى. إنني أشعر بالقوة، يكفي أننا نحلق عاليا. لكن لا تتكبر، فهم مخلوقات أيضا. صحيح، معك حق. تعبت كثيرا، فهل ما زال العش بعيدا؟ اصبري قليلا، وصلنا. هل تعرف مكانا قريبا نشرب منه؟ نعم، تعالي معي.
أيها الزعيم، هناك حمامتان جاءتا لشرب الماء، ماذا تريد أن نفعل بهما؟ الحمد لله. الحمد لله. أيها الزعيم، لقد شربتا أكثر مما ينبغي، والماء قليل هذه الأيام. خلق الله الماء، ومن حق أي مخلوق أن يشرب حاجته، ولكن أنت تلاحظ أن ماء البحيرة آخذ بالنقصان، لذلك نعد هذه البحيرة أملاكا خاصة ولا نسمح لأحد بالاقتراب منها. أيها النسور، إن ماء البحيرة التي نشرب منها آخذ بالنقصان يوما بعد يوم، ونحن نمنع جميع الحيوانات من شرب مائها حرصا على البقية فيها، ولكن هذا أمر غير كاف، ولابد من إيجاد حل لهذا الخطر الذي يهدد بقاءنا، ولهذا السبب أريد أن نعقد مجلسا نتشاور فيه، والذين سيحضرون الاجتماع سيكونون من الكبار في السن من النسور. والآن فليتفضل جميع كبار السن إلى هنا، سنبدأ حالا. أبي، ماذا سيحدث في رأيك؟ لست أدري بني، سنعرف كل شيء عندما ينتهي اجتماع الكبار. سيحل الظلام، ولم يخرج بأي قرار حتى الآن. يا أبناء النسور، لقد اتخذنا قرارنا أخيرا، فمن الواضح أن الماء لم يعد كافيا، لذلك يحق لكل نسر أن يشرب مرة واحدة في النهار من هذه البركة حرصا على الماء فيها، أما بقية النهار فعلى النسور أن تشرب من الينابيع المنتشرة في الغابة والتي يشرب منها جميع الحيوانات. كلنا سننزل، ألا تريد النزول معنا؟ بلى، سأتي معكم، ولكن هذا القرار لا يعجبني، فلا يعقل أن تشرب النسور مثل سائر الحيوانات. وما الخطأ في أن نكون مثل باقي الحيوانات؟ ها؟ ما هذا الذي أراه؟ ماذا أرى؟ نسر يشرب من هنا؟ وما المانع؟ يبدو أنكم فقدتم تميزكم. على أي حال، من الأفضل أن نتساوى. إنك تحلم أيها الطائر أن تصبح مثل النسور، هذا مستحيل. سأجد حلا لهذا المأزق. حسناً، لقد خطرت لي فكرة. جيد، لم يأتي أحد من النسور بعد، ما زالوا جميعا يتنزهون ويشربون الماء في الغابة، أما أنا فسأشرب من هذا الماء. أسرعوا واجتمعوا لأخبركم ماذا رأيت. أمر خطير جدا يا سيدي، قل ماذا رأيت؟ رأيت الأفعى وهي تقترب بحذر من هذه البركة، وبعد أن أيقنت بخلو المكان شربت ثم نفثت بسمها في الماء، حاولت اللحاق بها لكنها فرت بسرعة دون أن أستطيع الإمساك بها، ومن حسن الحظ أني عدت باكرا ورأيتها، وإلا لكنا سممنا جميعا. هذا كل ما حدث. إنك على حق أيها المدلل، وإذا شرب أي نسر من هذا الماء فسوف يتأذى، وها أنا ذا أحذركم، لا تقتربوا من هذا الماء حرصا على حياة الجميع. شكرا لك.
لا شكر على واجب، واسمح لي أن أعبر عن سعادتي بإنقاذ حياة إخوة النسور. أيها النسور، لا تشربوا من هذا الماء. كيف فعل الثعبان هذا؟ أمر خطير جدا، يجب ألا نسكت عن هذا الأمر. حسنا، استمعوا جيدا لما سأقوله لكم. لنخبر الأسد. لذيذ. هذا الماء أصبح ملكا لي وحدي، أشرب منه أنا فقط. لا يحق لأحد أن يسمم لكم ماءكم. في الحقيقة لقد أدهشنا هذا التصرف. أحضروا الثعبان إلى هنا. سننفذ بالحال يا سيد الغابة. ما الذي حدث؟ سيد الغابة طلب أن نحضرك في الحال. ولماذا؟ لقد قمت بتسميم ماء بحيرة النسور وهم هناك. أنا بريئة ولم أسمم ماء البحيرة، هذا افتراء. علينا تنفيذ أمر سيد الغابة، فتعالي معنا. قيل لي إنك تريدني فجئت إليك مسرعة. يقول النسور إنك سممت ماء بحيرتهم. هذا كلام غير صحيح على الإطلاق يا سيدي. من الذي شاهدها منكم أيها النسور وهي تنفث سمها في الماء؟ حسنا، تفضل أخبره. المدلل هو الذي رآها بنفسه وحاول اللحاق بها. ولكنه ليس معنا هنا، كنا قد طلبنا من النسور أن يشربوا من ماء البركة مرة في اليوم لأن ماءها قد قل كثيرا ونخشى أن تجف بسرعة. نعم، لعل صديقكم أخطأ، ومن الأفضل أن تعيدوا مناقشة الموضوع معه. ماذا؟ هل يمكن للمدلل أن يخدعنا؟ لست واثقا من هذا يا سيدي. نحن لسنا واثقين بصدق ادعائنا يا سيد الغابة. سأتحقق هذا الأمر بنفسي، فقد تكون خدعة ما، وإذا تحققنا عدنا إليك. لا أشك في صدق الأفعى، اذهبوا الآن. ما العمل الآن يا ترى؟ عليكم مراقبة تحركاته جيدا. إذا كان لا يشرب من ماء البركة مثلنا فهذا يعني أنه صادق، أما إذا شرب مرة فالويل له. لقد كان موقفنا محرجا جدا. حسنا، حل الظلام الآن، هيا بنا لنعد إلى أوكارنا. أخبرنا يا سيدي، ماذا قال لكم الأسد؟ سيعاقب الثعبان عقابا شديدا. عليك أن تراقبه جيدا. ستأتي معنا إلى الغابة؟ نعم، اذهبوا وسألحق بكم. أنا الوحيد الذي يحق له أن يتمتع بشرب هذا الماء. انظر، إنه يشرب الماء. ماذا تفعل أيها المخادع؟ ألم تقل إن ماء البركة مسمم؟ لقد فكرت يا سيدي بأنني لو شربت منه القليل فلن أموت. سنخبر سيد الغابة، سنشرح له خدعتك أيها الأناني. أنت تريد الماء لنفسك فقط، ستعاقب. النسور ذاهبون إلى الأسد، هيا لنتبعهم ونعرف القصة.
وأنا سألحق بهم أيضا. لقد افتريت على الأفعى وقلت إنها سممت ماء البركة. الرحمة، لن أكررها. لقد غرك الطمع أيها المدلل، سأعاقبك، ستشرب مع بقية الحيوانات وسأربط جناحيك. أظن أنها عقوبة مناسبة. إنه يستحقها. انظر إلى ذلك المتكبر، إنه لا يستطيع الطيران. لعلك تتواضع الآن. لست أدري ماذا أقول. السلام عليكم، هون عليك. أنا آسف، آسف جدا، لقد أسأت إليك. هل قبلت اعتذاري؟ لا عليك، لقد نسيتها. أنت طيبة. لست حاقدة عليك، بل سأكن لك الكثير من الاحترام عندما تتخلى عن طمعك الذي أوقعك فيما أنت فيه. السلام عليكم. وعليكم السلام، هل تقبلونني أخا بينكم؟ بالتأكيد، إننا جميعا إخوة هنا. نرحب بك بيننا أيها النسر المدلل، وأمل أنك تعلمت درسا من أخطائك الماضية. ويا له من درس. نعم، إن التواضع ومحبة الآخرين شيء رائع. أيها النسر المدلل، سيد الغابة يطلبك. لماذا يطلبني يا ترى؟ ماذا تفعل أيها النسر المدلل في هذه الأيام؟ إنني أنفذ عقوبتكم بصمت. أعرف ذلك، وقد قيل لي إنك أصبحت مهذبا وتحب جميع الحيوانات. انظر إلى أصدقائك، جاءوا ليأخذوك. لقد سمعنا كل ما قيل عنك، ولذلك قررنا أن نسامحك وننسى الماضي. هيا. أما أنا فلن أسامح نفسي أبدا على ما فعلته. يبدو أنك تغيرت كثيرا وهذا يسعدنا. أهلا وسهلا بك ثانية. أطلب منكم أن تحافظوا عليه وأن تعلموه دائما. تفضل واشرب. بسم الله. انظر، لقد ازداد ماء البركة بعد أن أزلنا الصخرة التي كانت تسد النبع بالتعاون بيننا وبين الحيوانات. وكما قلت سابقا، إن الماء من حق الجميع. الحمد لله الرزاق الوهاب. والآن السلام عليكم. وعليكم السلام، ولكنك لم تشرب، إلى أين؟ لقد اشتقت إلى أصدقائي الذين في الغابة، سأذهب إليهم، إنهم في انتظاري، يحتاجون إلي في خدمة، وسأعود في المساء، لن أتأخر. وفقك الله يا بني، انتبه على نفسك جيدا ولا تؤذي أحدا، وكن خلوقا دائما. الطمع والغرور صفات سيئة، التواضع أجمل بكثير وأحلى بكثير أيضا من الماء العذب.
أطفال انهضوا بسرعة، كفاكم كسلا. سننهض حالا يا سيدتي كما تأمرين. نحول، هيا انهض، لقد تأخرنا. دعني وشأني، ما زلت ناعسا، أريد أن أنام يا صديقي. بالنسبة لي سأذهب وأنت الحقني. ماذا فعل؟ نحول لقد تأخر. ها؟ وصلت. لا تؤاخذيني، لقد تأخرت قليلا يا معلمة. هل تسمي هذا قليلا؟ بل تأخرت كثيرا. لن يحدث ذلك مرة ثانية، اعذري لي هذه المرة. إنك تتأخر كل يوم. حسنا، هذه المرة سوف أعذرك، ولكن إياك أن تفعلها مرة ثانية. والآن كما قلت لكم يا صغار، عليكم أن تتعلموا صنع العسل كبقية النحل. نحن حشرات نشيطة، ولا أشك أبدا في أنكم سوف تكونون نشيطين أيضا. يمكنكم الطيران في هذه المنطقة فقط، وحذاري أن تبتعدوا عن حقلنا. نحول، أنت لم تستمع لما قلته لكم، تعال معي. لا كيف، بل استمعت جيدا. لا تقتربوا من الزنابير، وكل ما عليكم الآن هو جمع الرحيق من الأزهار بهمة. نحول، لا تلهو في أثناء الدرس واستمع إلي جيدا. صدقيني يا سيدتي، إنني أصغي بانتباه شديد إلى كل كلمة. هيا لنبدأ بالخطوة الأولى. سألعب وأتسلى وأجمع الرحيق في الوقت ذاته. ها فكرة، سأمزح مع هذا الحمار، سأحاول إغاظته بالطيران قرب عينه لنرى. استقم في الشجرة، شيء مضحك جدا. لقد ذهب، لقد تجاوزت حدودك، والآن سأقضي عليك. هذه أفعى، سأغيظها هي الأخرى وأضحك بها. يعرف أحدكم أين ذهب نحول يا أولاد؟ لا أبداً، نحول لم يكن معنا حين ذهبنا لجمع الرحيق. لقد رأيته آخر مرة متجهاً نحو الأشجار. يا للهول، سيضيع طريق العودة، اذهبوا وابحثوا عنه حالاً.
هل تبحث عن شيء؟ من أنت؟ يا إلهي، سيأكلني الزنبور الآن. ليتني استمعت إلى كلام معلمتي واتبعت نصيحتها. معلمتك قالت لك إننا خطيرون؟ هذا ليس صحيحا على الإطلاق. اهدأ. ألن تأكلني إذن؟ لا أبدا، ولكن احكي لي، ماذا تفعل في هذا المكان؟ تهت عن خليتي ولا أعرف الطريق. ها؟ ماذا؟ ليست مشكلة، سأقودك إلى خليتك بإذن الله. صحيح؟ هل أنت جاد؟ نعم، هيا هيا تعال معي هيا. إنني أشعر بأنك صديق طيب، فهل يمكن أن تخدعني؟ أنا لن أخدعك، ولو كنت أريد أكلك لأكلتك هناك. هذا صحيح، ولكنني أجهل المنطقة تماما. بدأت الشمس تغيب. لا تقلق. سأعرفك بعض الأصدقاء أولا. أرجوك، هل هي خدعة؟ لا يا صديقي أبدا، ثق بي. هيا تعال. زنابير سيأكلونني. لقد انتهيت، ماذا أفعل؟ ما بك؟ هل أنت خائف؟ سأموت من الخوف، وكيف لا أخاف وأنتم ستأكلونني؟ نأكلك. إننا نسعى منذ زمن طويل لإزالة العداوة القائمة بين الزنابير والنحل، ولا شك أن صديقي أحضرك إلى هنا من أجل هذا السبب، لا لكي نأكلك أيها الصغير. لذلك أزل الخوف عن قلبك وثق بما أقوله لك. يعني لن تأكلوني؟ أكيد لا. ثم انظر إلى أشكالنا، ألا نشبهكم؟ نحن في الحقيقة لا نختلف عنكم كثيرا، فنحن من فصيلة واحدة. ألم أقل لك إنني لا أخدعك أيها الصغير؟ بلى، يبدو أنك صادق. نذهب غدا صباحا إلى خليتكم بصحبتك لننهي هذه العداوة القديمة التي لا معنى لها بيننا. وأخيرا سأرجع. ألا تخبرني عن طبيعة عملك هنا بعيدا عن خليتك؟ قل لي أيها الصغير، هل أنت تجمع الرحيق من الأزهار مثل باقي النحل أم أنك كسول؟ في الواقع الجميع يقولون إنني كسول، فمنذ الصباح ذهبت ألعب إلى أن تهت. أفهمك جيدا يا صديقي الصغير، ولكن لا تنسى، كان من الممكن أن تلتقي كثيرا من الحيوانات الخطرة التي قد تأكلك. أنا نادم كثيرا. عليك أن تحب العمل، ولا تنسى أن أهلك يقلقون على غيابك. لن أفعل ذلك ثانية، وسأستمع إلى نصائح معلمتي، صدقني. إني أصدقك، وأنا أثق بأنك لن تكرر هذا الخطأ. لن أضيع وقتي بعد اليوم، وسأعمل بجد. قرار صائب، ولكن عليك العمل على تنفيذه. والآن اذهب إلى النوم، لنتحرك غدا صباحا بإذن الله. أشكركم كثيرا يا أصدقائي، لن أنسى نصائحكم الثمينة هذه أبدا. عليك ألا تعامل أصدقائك بما لا تريد أن يعاملوك به، لذا عندما تعود اعتذر إلى الذين أسأت إليهم. لا تقلق، عندما أعود سأعتذر إلى كل الذين أسأت إليهم. بوركت يا ولدي، منذ البداية قدرت أنك لطيف. سأصبح الأكثر نشاطا واجتهادا بين نحل الخلية كلها. كلامك يسعدني يا بني، وأتمنى أن أراك ناجحا في حياتك. أين أنت أيها المسكين؟ معلمتي، يا معلمتي، مر يوم كاملا على غياب نحل ولم نجده أبدا. يا للمصيبة. معلمتي، تأتي من هذه الناحية مجموعة كبيرة من الزنابير. ماذا؟ الزنابير؟ أسرعوا بالاختباء. ماذا أفعل؟ راحت علينا. هل سيأكلوننا؟ أخشى من حدوث ذلك. اهدأوا ولا تتحركوا. لقد وصلنا. شكرا لك. معلمتي، لقد ألقوا القبض على نحول. ماذا تقول؟ يا ولدي. أصدقائي، معلمتي، لا تخافوا، جاءوا لعقد الصلح معكم. ماذا؟ الصلح؟ نعم، نحن نريد الصلح، يجب أن تنتهي العداوة بيننا. أظنهم صادقين في أقوالهم.
أهلا وسهلا بكم في خليتنا. ساعدنا زميلكم في الوصول إليكم عندما تاه، ونستغل المناسبة لنعبر عن رغبتنا في الصلح وإنهاء العداوة بيننا. صغيري معلمتي، إذا احتجتم إلى شيء فاطلبوه منا دون تردد. منذ اليوم نحن أصدقاء. أعتذر لأني أقلقتكم، وأعدكم أن أعمل بجد ونشاط بعد اليوم. هذا كلام يدعو إلى السرور. لدينا عمل، نستودعكم الله. في أمان الله ورعايته. مرحبا يا صديقي، سأصبح مجتهدا مثلك. ممتاز، هل ستنهض من النوم باكرا؟ سأكون أول المستيقظين باكرا بإذن الله، وسيسمونني مجتهدا لا كسولا بعد اليوم. يا سلام.